السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد عن افكار حلوة جدا ومبهجة لاستخدام كور البومبوم. كور البومبوم اللي هي الصوف منها ومنها كمان الفرو، في منها احجام صغير وكبير نقدر ان احنا نستغلها في الموديلات زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. اي قطعة ملابس عندك تقدري تزيني بيها كور البومبوم دي، هتدي لها بجد بهجة وحاجة جديدة لقطعة الملابس بتاعتك. شايفين استغلال كور البومبوم يعني في اماكن مختلفة، الالوان على يعني مثلا اللون البينك دون على التيشيرت ده الرصاصي، هما شايفين البامبي مع الابيض والازرق مع التيشيرت البامبي. شايفين هنا فكرة برضو الايس كريم دي حلوة جدا، معمولة برضو بكور البومبوم. تقدروا ان انتوا تعملوا كور البومبوم دي من الصوف بنفسكم، ومنها برضو بيتباع جاهز في محلات الخردواتي او بتاع الكلف. تقدري ان انت تشتري منها، في منها الفرو وفي منها الصوف، سهلة جدا ان انت تثبتيها بالخيط والابرة. شايفين استغلال بجد الكور على الملابس، بتدي منظر مختلف على الشنط زي ما احنا شايفين كده. كور يا رب تعجبكم لاستخدام كور البومبوم. شايفين عندك مثلا بلوفر او جاكيت صوف قديم، ممكن ان انت تقدري تزيني بكور البومبوم بالشكل ده، بشوية خيوط كده وكور بومبوم، تقدري تعملي صف زي ده كده. شايفين توزيعة الكور البومبوم مع قطعة الملابس بجد فكرتها حلوة جدا، وكمان استغلال الألوان مع بعض استخدامها بجد يعني مميز. شايفين هنا كور البومبوم دي داخل فيها كذا لون من الخيوط مع قطعة البلوفر اللي قدامنا هنا، بس كده على الأكتاف برضو يعني شكل مختلف. هنا برضو على جاكيت جينز بشكل قلب كده من ورا، وعلى الياقة داير ما يدور، وممكن برضو تبقى على الأكمام. شال عندك طبعا، شايفين الكور بتدي شكل برضو مميز كده وجديد لقطعة الملابس. شايفين البلوفر، بلوفر زي اللي قدامنا كده، توزيعة البومبوم الأسود عليه، في الكبير اهوت وفي الصغير، تقدري ان انت توزعي زي ما انت عايزة، او تاخدي فكرة من الافكار اللي انا بنزلها دي بحيث ان تبقى معاكي الفكرة متاحة لو هي يعني تايهة عنك وكده. شايفين برضو هنا يبقى عندنا صراحة الشال او الكوفية او الحاجات دي زهقت من شكلها، ممكن تجيب شوية كور بومبوم وتقدري ان انت تمشي على الحرف بتاع الشال او حرف الكوفية، وتقدري ان انت تغيري خالص تماما من شكلها. الجيبات، الفساتين، شايفين على الاكتاف دلوقتي بتبقى برضو على الصنادل. افكار بجد حلوة جدا ومميزة، وكور البومبوم سواء ملونة او سواء حتى شايفين يعني الابيض بس لون هو سادة مع الاسود، بتحسي ان هي بتدي بهجة لقطعة الملابس. ياريت اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويشجعني، وياريت لايك، ولو في حاجة بتسألوني انا بجاوب في التعليقات. وعندكم في القناة أفكار حلوة كتير جدا لإعادة تدوير وتزيين وتجديد أنواع كتير مختلفة من الملابس، إن شاء الله تعجبكم. وإعادة تدوير أي حاجة برضو عندك قديمة مثلا في البيت هتلاقيها موجودة على القناة، إن شاء الله تعجبكم. شايفين بجد يعني أفكار متنوعة حطت الكور البومبوم في المكان المناسب لكل قطعة ملابس معانا، مع يعني تناسق الألوان حلو جدا وترتيبها. شايفين هنا برضو على يعني الكمام كده بس من صف كده ايه ورا بعضه شكله حلو، على الياقة بس كده مثلا لو قميص اسود او بلوزة بالشكل ده برضو ادت منظر تاني مختلف. هنا زي شكل كريسماس على بلوفر باللون الرمادي. اتمنى الافكار تعجبكم وتقدري تنفذيها.
زي ما قلت لكم موجود بجد يعني كمية كبيرة جدا من ازاي ان انت تعملي كور البومبو، موجودة برضو على اليوتيوب، موجودة هتلاقيها في مواقع كتير جدا طريقة عمل الكور نفسها. وان شاء الله لو كده يعني هنزل لكم برضو طريقة عمل الكور دي بكذا شكل. وفي كمان بيتباع عند الخردواتي النهاردة علبة كده فيها وحدات من بلاستيك تقدري ان انت تثبتي فيها الخيط الصوف بالوان انت عايزاها او لون موحد زي ما انت بتحبي. القطع البلاستيك دي بتبقى مدورة كده، بيبقى فيها منها احجام بحيث ان كل قطعة من دي تطلع لك كور باحجام مختلفة، الصغيرة تطلع لك صغيرة. بتبقى موجودة يعني العلبة دي بتبقى موجودة عند الخردواتي، لو كده ممكن يعني ايه تسألي على علبة اللي هي بتعمل كور البومبوم. بتبقى سعرها يعني بيتراوح، انا كنت جايباها ب50 جنيه من عند الخردواتي، فبجد عملية برضو حلوة وسهلة، برضو مش حابة تشتريها هتلاقي فعلا طريقة سهلة على المواقع او على اليوتيوب لطريقة عمل كور البومبوم، تقدر تنفذيها وبعد كده تثبتيها زي ما تحبي. زي ما احنا شفنا برضو في الفيديو بتبقى موجودة برضو في نهاية البنطلون الجينز من تحت، شايفين الجاكيت كله من كور البومبوم بأحجام مختلفة، بجد منظره حلو جدا. ده طبعا حجم كبير قوي جدا من الكورة معمولة تحت بعضها كده، شايفين كوفية طبعا شكلها حلو ومختلفة على الجيبات، يعني ادت برضو منظر تاني جديد مختلف، ممكن تعملي برضو منها صغير يعني عن كده. شايفين البنشو ده برضو شيء يعني حلو جدا لما اتحطت الكور، بيبقى منها كمان مش شرط تبقى لوحدها، يعني زي الصورة اللي فاتت دي انا عاجبني جدا الجلي ده بجد صراحة. كنت بقول لكم ان في كور بومبوم برضو يعني ثبت اصلا في شريط كده، ممكن تجيب الشريط ده وتثبتيه برضو في اي حاجة. هنا برضو استغلال الكور البومبوم زي ما احنا شايفين في ديكور مثلا في البيت، ده كده برضو هو شريط نازل منه كور بومبوم كده واستغلته وعملت منه الشكل ده. كور الفرو دي طبعا يعني دي بتبقى جاهزة بقى وسعرها بيبقى غالي شوية الواحدة، بس في الاخر يعني انت بتبقي مثلا واحدة اتنين تلاتة زي فكرة الايس كريم دي كده بتدي منظر حلو. لكن بالنسبة للكور دي كده شايفين شكلها حلو جدا ازاي، حتى لو هي معمولة كده داير ما يدور في البلوزة، شايفين هنا على الصندل وعلى البورتفيه بجد شكله حلو جدا، وعلى الشنط كمان بتدي منظر حلو وبتبقى مبهجة كده، على الاكمام زي ما احنا شايفين برضو ادت منظر حلو، نهاية البلوزة وعلى الكم، واخدت وحدات كبيرة من الكور وحطتها على الشنطة فعملت ماتشنج حلو كده الاتنين مع بعض. يا رب تكون الافكار بجد عجبتكم، واتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في افكار حلوة كتير جديدة ومميزة على قناتي قناة فكرة وشغلة ومعلومة. باي باي.